جميلة شو عم بتساوي؟ ولا شي. انت اجيتي على البيت؟ بعد ما قلتي لي هالاخبار ما عرفت شو صار لي، ما عاد قدرت ارفع راسي، اجيت دغري ونمت. يا الله، اغراضي مخربطين، لازم رتبهم. هلا مشغول بالك بالترتيب؟ انت منيحه؟ منيحه منيحه، يعني شو بده يكون ناقصني؟ روقي 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 روقي، دوري لشوف، خدي نفس بالاول، تعالي عادي قدامي، خلينا نحكي كلمتين وبعدين بتكفي شغلك. ما في شي نحكي امي. مين برايك اللي كان ورا تخريب شغلك؟ مو مؤيد؟ بتعرفي اذا هو اللي طلع مخرب لك شغلك يا جميله؟ والله العظيم ما رح تمرق ورح طلعها من عيونه. وليش لحتى يساوي هيك بقى؟ لانه واحد اناني تافه وحقير، زلمه جوعان اذا اكل كل الدنيا ما بيشبع، وما بده حدا ينجح غيره لحتى يضلوا كل الناس اقل منه. شفتي لما تركتوا بعضكم ما قدر يتحمل انك تنجحي اكثر منه. بتوقع انه بانا هي اللي ساوت هيك امي، مؤيد ما له دخل بالقصه. حتى لو ساوت هيك انت اكيد بالاخير رح توصلي للي بدك اياه. بدي اقول لك شغله كثير مهمه، اعتبري انه ما صار شيء واحكي مع بدر بيك وفهمي كل شيء منه. يا امي اسمعيني، لو الجماعه لسه بدهم يعني ما كانوا جابوا وحده ثانيه وعملوا معها مقابله. ليش ما بدهم اياكي؟ نحن مو وقعنا عقد معهم؟ هذا الزلمه كان معنا كثير محترم، عزمنا انا وياكي على الغداء وكل الوقت كان عم يمدحك وسايرك ومو عارفان كيف بده يرضيكي. هو حابب تشتغلوا مع بعضكم، فهمي بقى. العمى؟ مو معقول اللي صار، كيف تخلوا عنك بهالسهوله؟ لهلا مو فايته براسي. شو رايك تحكي مباشره مع الزلمه وتحاولي تتفاهمي معه؟ مشان الله شو رح تخسري اذا عملتي هيك؟ انا مو حابه اشوف وشه ولا احكي معه بنوب، خلصنا بقى. والله انا تعبت ومليت من هالشغل. طيب فهميني، ليش لحتى الواحد يسود وشه ويخجل حاله؟ منروح لعنده منزت الشيك بوشه ومنمشي. الشركه تبعهم معروفه وطريقه ما بضيع حدا، منروح منمسح فيهم الارض كمان. بدي زت الشيك هيك؟ وقول له خد مصاريك مالنا بحاجتهم. على فكره بس نساوي هيك رح نكبر كثير بعيونه لهالزلمه، حتى بجوز انه يتراجع. امي مشان الله سكري على الموضوع، والله انا كثير تعبانه اليوم. ايه صحيح قلتي لي كنتي بالسوق جميله، يلا ورجيني شو اشتريتي. لا رحت بس ما اشتريت شيء، تمشيت شوي وغيرت جو. حتى على الواجهات ما كان لي نفس اطلع بنوب. شو رايك تعبي البانيو وتنامي فيه؟ بتروقي اعصابك وبترتاحي شوي، صدقيني بتنسي كل تعبك. وبس تطلع من الحمام بكون مجهز لك كاسة زهورات يا حبيبة قلبي، بعدين بنتعشى وبعدها بتنامي لوش الصبح. ما بعرف، قدمنا لك طلب وما عطونا موعد مشان الامتحان، قالوا الشرطة موقفين ملفك عندهم. اها ليش؟ عم يقولوا لانك طلعت محكوم بجريمة مرور من زمان. وإذا كنت محكوم شو فيها؟ شو يعني بنحرم من شهادة سواقة؟ لا تعصب علي لو سمحت، ما دخلني، أنا عم قلك المعلومات اللي عطوني إياها، شو بعمل؟ قال بدهم يقيموا لك وضعك. بس أنا نفذت عقوبتي وطلعت، ما راح أقدر آخذ شهادة سواقة طول حياتي لأني عملت حادث؟ هن قالوا فيك تاخذ الشهادة بس مو قبل سنة. بالله جد؟ ومين بيقول هيك؟ القاضي نفسه، والقرار واضح ولازم يتنفذ. يعني ما في حدا بيحله للموضوع؟ والله ما فينا نتعاطى بهي الأمور. أنت إذا بدك راجع مدير المرور يمكن يقدر يساعدك. والله مو عايشة بنوب.